أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. نسلط الضوء في هذه الحلقة على الواقع الإنساني الذي يتجه من سيء إلى أسوأ في العراق. صورة قاتمة ترتسم بظلالها وتلقي على عراق يشهد واقعا مأساويا. الحالة الإنسانية فيه من سيء إلى أسوأ منذ احتلاله عام 2003 وحتى الآن. دمار في البنى التحتية، نزوح كبير، إخفاء قسري للإنسان العراقي، حكومات فاسدة، سرقة لأموال الشعب العراقي في وضح النهار، الأمن والأمان على كف عفريت. مشاريع تغيير ديموغرافي تكتمل بها الصورة التي تريدها بحسب محللين الولايات المتحدة للعراق الذي لا يراد له أن ينهض. بحسب بعثة المنظمة للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد النازحين في العراق أكثر من 3,200,000 نازح، بينما المهجرين في العراق أو الذين هاجروا وركبوا عبابة أمواج البحر هم أكثر من 4,000,000 عراقي، كلهم هربوا من الواقع الإنساني المزري الذي يقع تحت نيره العراق منذ احتلاله عام 2003 وسياسات حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة. كذلك جاءت حقبة بعد 2014، ثلث مساحة العراق فقدت السيطرة عليها، الجيش انسحب، دخول تنظيمات مجهولة عبر الحدود، وبالتالي بعد استرجاع هذه الأراضي القيام بعمليات إعدام جماعية بحق المواطنين وإلقاء اللائمة عليهم أنهم هم الحاضنة لهؤلاء، بينما يتنصل كل السياسيين والمسؤولين عن مسؤولياتهم في العراق التي أنيطت بهم بعد الانتخابات. ولكن السؤال هنا، الواقع الإنساني في العراق كيف هي المؤشرات؟ إلى أين يتجه الآن في ظل هذه الأرقام المهولة للنازحين وفي ظل الأرقام المهولة للمخفين قسرا الآن على يد القوات الحكومية، وكذلك في ظل الواقع الصحي المزري وانتشار الأوبئة والأمراض وشح الأدوية وانتشار السرطان بسبب الأسلحة التي استخدمت في حرب العراق عام 2003 التي استخدم فيها اليورانيوم المنظم؟ كل هذا مؤشر على أن العراق يسير من سيء إلى أسوأ. العراق في ظل صراع بحسب ما يرى محللون أنه بسبب صراع الأجندات، فإن الواقع الإنساني سيظل منحدرا من سيء إلى أسوأ. فإلى أي مدى ما يحصل في العراق اليوم هو صراع أجندات؟ ومن المستفيد من بقاء العراق على هذه الحال؟ لتسليط الضوء على الواقع الإنساني العراقي في ظل صراع الأجندات، مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفتي في الاستوديو، ضيفة الكريمة السادة إيناس زايد، مستشار القانوني للمركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذة إيناس. أهلا وسهلا بك دكتور سمير، ومساء الخير لك ولجميع المشاهدين. وأرحب أيضا عبر الهاتف الأستاذ مازن التميمي، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مازن مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ النقاش، كونوا معنا. إذن لوصف الواقع الإنساني في العراق أرحب بضيفتي مرة أخرى أستاذة إيناس زايد، مستشار القانوني في المركز الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان. كيف تصفين الوضع الإنساني في العراق؟ يعني فعليا في العراق الوضع الإنساني الآن أقل ما يصف بأنه كارثي. هناك العديد من الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان. بالدرجة الأولى هناك انتهاكات توصف بأنها جسيمة، فعليا شملت تلك الانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والتصفيات الميدانية والإعدامات الميدانية التي لم يعرض حتى هؤلاء الأشخاص، سواء قتلوا على يد أي طرف من أطراف النزاع، لم يعرضوا على محاكمة عادلة ولم يحظوا بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة. تم تصفيتهم مدنيا، تم إعدامهم خارج نطاق القانون. هذا الأمر بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية هناك العديد من حالات الاختفاء القسري والاختطاف التي طالت العديد من المدنيين الأبرياء الذين لغاية اللحظة لم يعرف أين مصيرهم أو أين حتى أماكن احتجازهم. بالإضافة إلى يعني هناك يعني ما زال هناك العديد من الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحقوق الأساسية
الأساسية كالتعليم والحق الرعاية الصحية. كما ذكرت دكتور سمير هناك العديد من الأمراض المتفشية الآن في يعني بين المدنيين في العراق، وهناك العديد من الأوبئة والأمراض التي لا يوجد لها علاج. هذا الأمر نجده على وجه التحديد في المخيمات التي تفتقر إلى أدنى مقومات يعني الحياة الكريمة فعليا. يعني نحن كمرصد أورو متوسطي أيضا قمنا بتوثيق العديد من الانتهاكات الأخرى التي يعني شملت أرقام مهولة. فعليا هناك حوالي 8.7 مليون شخص في العراق الآن يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وهذا الرقم فقط خلال عام 2018. نصف هذا الرقم تقريبا هم من الأطفال، وعندما نتحدث عن الأطفال نحن نتحدث عن فئة مستضعفة. فعليا لا يوجد يعني هناك رعاية خاصة يجب أن تكون الأطفال من تأمين لمتطلباتهم الصحية والغذائية، وهذا الأمر مفقود في يعني في العراق في هذا الوقت. وأيضا بالإضافة إلى ذلك هناك آلاف العائلات التي ما زالت يعني تواجه سياسة العقاب الجماعي، وهذه السياسة يعني تعود أو ترجع إلى اتهام بعض العائلات أو بعض الأفراد إلى انتمائهم إلى تنظيم الدولة أو ما يعرف باسم داعش. هذا الانتماء يجعلهم بعرضة للعديد من الانتهاكات. هناك على سبيل المثال هذه التهمة التي لم تثبت فعليا ولا يوجد لها دليل. هناك سياسة للتعامل مع أشخاص دون حتى وجود أي دليل يثبت انتمائهم إلى هؤلاء الأشخاص، ولكن حتى وجود دليل يثبت انتمائهم إلى تنظيم الدولة داعش لا يبرر أن نقوم بعقابهم جميعا، خصوصا عندما نتحدث عن كبار في السن أو أطفال أو حتى نساء. هناك يعني هناك حرمان ممنهج الآن من قبل الحكومة العراقية لهؤلاء العائلات من الحصول على بطاقات الهوية الرسمية، وهذا الأمر أيضا وثقناه كمرصد أورو متوسطي ونجده أحد سياسات العقاب الجماعي التي تنتجها الحكومة العراقية بحق هؤلاء الأشخاص. يعني مسألة النزوح أيضا، وهذه مسألة في تفاقم، وخلال الأربع سنوات الماضية كانت شهد العراق العديد من يعني الموجات النزوح، كان أكثرها في عام 2017 حيث نزح 1.7 مليون شخص. طبعا هؤلاء الأشخاص يعني يتم الاحتجاج بأن هناك العديد منهم قد عاد إلى موطنه، ولكن فعليا على أرض الواقع نجد بأن الأرقام يعني بسيطة جدا من الأشخاص الذين عادوا، ومعظمهم قد عادوا قسريا أيضا من قبل الحكومة لأسباب معينة سياسية، ولكن فعليا بعض الأشخاص ما زالوا في المخيمات في ظروف كما ذكرت لك سيئة جدا. ويعني هناك أيضا عدم اكتراث لأوضاعهم. يعني هذه المعاناة التي يعانيها المواطن العراقي الآن، موقف القانون الدولي واضح جدا منها، هي جميعها انتهاكات، ولكن لا يمكن السكوت عن هذه الانتهاكات. لابد من إيجاد حل لإنقاذ المواطن العراقي من يعني من خضم هذه المسائل وهذه يعني لنقل حتى الجرائم التي لاقاها جراء النزاع المسلح والانتهاكات التي طالته من كافة أطراف النزاع، ولا يعني أحدد طرف على وجه التحديد في هذا الصدد. أستاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك مرة أخرى. أكثر من 8,700,000 عراقي يحتاجون للمساعدة، نصف هؤلاء هم من الأطفال كما تحدثت الأستاذة إيناس زايد. يعني حالات اختفاء أو إخفاء قسري، حرمان من الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مطاردة العائلات بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة، وبالقتل خارج القانون وعدم محاسبة المتسببين بهذه الانتهاكات. هناك يعني أزمة إنسانية سوداء قاتمة تلقي بظلالها على العراق. من المتسبب بهذه الأزمة الإنسانية أستاذ مازن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفتك الكريمة والمشاهدين. بلا شك المتسبب بالأزمة هي الحكومات المتعاقبة اللي صنعها الاحتلال واللي جاء بها إلى دسة الحكم، وهؤلاء يتحملون المسؤولية في تدمير العراق، والآن هم الحقيقة كأنهم متفقين حكومة للحكومة التي تليها على أن تستمر بالمنهج التدميري. ما يجري في العراق من كوارث إنسانية ومأساة ومعاناة
لم يشهدها التاريخ لا القديم ولا الحديث، ولذلك هذا الإصرار على إبادة الشعب العراقي وعلى تدمير البنى التحتية هي ليس مسألة آنية بقدر ما هي ممنهج لها ومخطط لها من قبل الاحتلال والذين تعاونوا مع الاحتلال على أن ينفذوا هذا المشروع التدميري، لأن العراق كان في مرحلة من المراحل الدول التي لها دور كبير في محيطها العربي والإقليمي والدولي، فأراد الاحتلال من هذه الدولة أن تكون ضعيفة هشة مقسمة مفتتة، ولذلك يحتاج إلى أدوات أن تقوم بهذا المشروع، فجاء بهؤلاء الذين هم على سدة الحكم سواء من 2003 ولغاية الآن. الشعب والمواطن العراقي خارج اهتمام هذه الحكومات، كل ما يهمهم مصالحهم الذاتية وخدمتهم للأجندة الخارجية، ويفكرون بمصلحة الإنسانية على حساب مصلحة ابن البلد، ولذلك تجد الآن حتى أصوات داخل هذا البرلمان الذي هو هزيل، يعني هناك عضو برلمان قبل أيام يقول أنه هناك ما المقصود من الحكومة وعدم اعتراف معاناة النازحين ويحمل الحكومة والبرلمان مسؤولية ذلك، وكذلك هناك إصرار على عدم استجابة توفير خدمات ومستلزمات للذين أجبروا على العودة ولم توفر لهم حتى خدمات إنسانية. يعني الآن أكو أكثر من 120 قرية مدمرة بالكامل في محافظة تأمين، حتى الناس الذين رجعوا إلى نينوى لا يتوفر لديهم الماء ولا الكهرباء. فإذا حتى تقرير منظمة يونيسف الأخير يقول العراق تعرض لدمار كامل في السنوات الأربعة الماضية، 20% دمار من البنية التحتية وملايين من النازحين والمشردين إضافة إلى القتل والقبض الذي عانوا. إضافة إلى ذلك بيان أشار إلى أنه من 2014 منذ سنة 2014 نجح أكثر من 2.5 مليون مدني داخل العراق، وفي عام 2015 صار العدد 3.5 ملايين، أي بمعنى مليون أكثر من مليون أضيف إليهم، غادروا منازلهم إلى المدفون لا يعرف مصيرهم، وعام 2016 تم فرار 100,000 شخص، وعام 2017 نجح أيضا 1,700,000 إنسان مدني. كل هؤلاء أمام مرأى العالم وبتوجيه من حكومات الاحتلال على أن تستمر هذه الكارثة وتستمر هذه المعاناة، لأن هؤلاء بحسابات الحكومة ليس إلا أنه إرهابيون، ولذلك حتى الوصفة جاهزة لكل من يتقاطع أو يعترض على ما يجري في العراق وداعشي، ولذلك يحاولون حتى الذين رجعوا إلى دورهم لم يخلصوا من الملاحقات والمتابعات والتفتيش اليومي واتهامهم على أنهم دواعش. وحتى هناك حسب المعلومات التي أشيرت من منظمة هيومن رايتس الأخيرة وأعتقد البارحة كان التقرير ينتقد إجراءات الحكومة الجديدة وحرمان آلاف ملايين أكثر من مليون إنسان الحصول على البطاقة الشخصية بحجة أن هؤلاء متعاونون أو لهم صلة بالإرهاب. إذن هذه هي ديدن سياسة الحكومة التي لا تفكر بشعبها أصلا في ديال. الآن حتى المياه غير صالحة للشرب، وقد ارتفعت حالات التسمم بسبب المياه الملوثة أكثر من 700 إنسان. فإذا أين هي الحكومة؟ أين هو المجتمع الدولي؟ نعم نسمع بتقارير مثل هيومن رايتس والسيف وغيرها من التقارير المنظمات الدولية، لكن في هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل أستاذ مازن إلى الأستاذة إيناس. كيف تقيمين أستاذ إيناس دور المنظمات الدولية والإنسانية في معالجة الواقع المتدهور في العراق؟ هناك الكثير من التقارير التي صدرت عن العراق تتحدث عن أرقام مهولة للنازحين، عن أرقام مهولة للذين يتم تعذيبهم على يد الميليشيات، ولكن كيف تقيمين هذا الدور؟ هل هو بمستوى الأزمة التي يمر بها العراق؟ نعم، يعني فعليا كان بالدرجة الأولى دور الأمم المتحدة تجاه الأزمة العراقية كان منصب على إصدار التوصيات للجمعية العامة أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إصدار التقارير التي توثق بعض الانتهاكات والتي يعني ربما تسلط الضوء على بعضها، ولكن لم يكن هناك تعامل جدي مع الأزمة العراقية على وجه التحديد، لم يكن هناك أي تفاعل من قبيل تحقيق فتح تحقيق للكشف عن مرتكبيها هؤلاء
تلك الجرائم، أو يعني بالحد الأدنى ثبوت من هو المتورط في قتل المدنيين، أو حتى من هم المدنيين الذين تم ارتكاب الجرائم بحقهم. لم يكن هناك أي فتح تحقيق جدي بهذا الموضوع لإحالة أي شخص إلى العدالة. هذا الأمر عزز فكرة الإفلات من العقاب، وعزز فكرة أن يعني استمرار هذه الانتهاكات وتعمقها ربما. يعني فعليا يبرر هذا الأمر؟ وعندما نحن يعني نسأل كمنظمة حقوقية دولية عن الدور الذي قامت به الأمم المتحدة بالدرجة الأولى كمنظمة أممية تنضوي تحتها كافة الدول الأعضاء أو دول العالم، يعني يثار هذا التساؤل دائما عند الحديث عن الأزمة العراقية، ويبرر بأن هناك العديد من الأزمات التي يعاني منها الشرق الأوسط، والتي ربما يعني هي أجدر يعني النظر وأجدر بالتباحث من الأزمة العراقية. ولكن هذا الأمر قطعا غير مبرر عندما نتحدث عن دور منظمة أممية معنية بمعالجة المشاكل التي تحدث بشكل عام في العالم ككل، وأيضا عندما نتحدث عن إنسانية تنتهك في العراق. فلا بد من تحرك سريع على أرض الواقع، لا بد من تدخل دولي. وهذا الأمر يعني نجد أن يعني إن كنا نريد أن نقيم لماذا لم يتم اتخاذ قرار لغاية الآن في الشأن العراقي، نجد أن هناك سببان أساسيان. هناك ربما السلطة أو التنازع بين الدول الكبرى والمصالح السياسية التي تجمعها ربما تعطل أي قرار يتم اتخاذه من قبل مجلس الأمن من خلال استخدام حق النقد الفيتو. بالإضافة إلى ذلك هناك عدم تعاون من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحلحلة مسألة الأزمة العراقية أو الانتهاكات التي تحدث في العراق ككل. ولكن الانتهاكات التي تحدث الآن في العراق هي جسيمة، وهي تجدر أو يعني يجدر الاطلاع عليها، وأيضا حلها بكافة الطرق المتاحة وعلى كافة الأصعدة. نعم أستاذ مازن، يعني مثل ما تحدثت الأستاذة إيناس تقول إنه لم يكن هناك أي تفاعل وتحقيق جدي في الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين في العراق، إلى أي مدى برأيك خدمت هذه النقطة تسييس القضاء في العراق؟ وبالتأكيد الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراء فعلي من قبل الأمم المتحدة تجاه ما يجري من جرائم بحق العراقيين من قبل حكومات الاحتلال هو شجع هذه الحكومات التمادي في هذه السياسة. ولذلك لو كان هناك عقاب ومحاسبة فعلية على ما ارتكب من جرائم، والجرائم ليس هي يعني غير منظورة، جرائم منظورة بالعين المجردة، هناك جرائم ارتكبت في الحويجة، ارتكبت في ديالة، ارتكبت في الدور، ارتكبت في كل في جرف الصخر، في الفلوجة، في الأنبار، في نينوى، ولا تزال الآن جثث الناس الأبرياء في الموصل تحت الأنقاض، لغاية الآن لم تخرج آلاف الجثث. إذا هذه حقيقة. فبالتالي عدم اتخاذ إجراء من قبل المنظمات الدولية ضد حكومة العراق أكيد شجع هذه الحكومات على أن تستمر بهذه السياسة، لأنها تشعر أنه لا يوجد هناك رادع، وهي يعني بعيدة عن العقاب، ولذلك استمرت بهذه السياسة. ولذلك نلاحظ سياسة تأبيد الأزمة مستمرة في العراق دون أن تفكر الأمم المتحدة في يوم ما أن تفتح إجراء تحقيق فعلي. أما على مستوى العراق عندما تفكر في جانب تحقيقية فهي للاستهلاك المحلي ولدغدغة عواطف الرأي العام الدولي، وكل هذه اللجان التي شكلت من 2003 ولغاية الآن لم نرى أي نتائج لهذه اللجان، سواء على مستوى الجرائم التي ارتكبت أو على من ارتكبها. وكلنا يتذكر قبل 5 سنوات أو 6 سنوات عندما خرجت الناس تظاهرات سلمية في ساحة التحرير كيف فتح النار وقتل أكثر من 27 شخص وراح دمهم هرى دمهم سدى دون المحاسبة. فإذا هذه السياسة التي للأسف يتحمل مسؤوليتها، طبعا تتحمل المسؤولية بالدرجة الأساسية الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تزال تحمي هذه العملية السياسية البائسة، وأيضا التي سمحت بإيران أن تحتل العراق، والتي من أهداف إيران أن يبقى العراق ضعيف مفتت، وهذه سياسة الانتقام في توجيه إيراني. ولذلك الآن كل العراقيين بنظر إيران هم إرهابيون، وبنظر حكومة طهران في بغداد أيضا هؤلاء إرهابيون. ولذلك نلاحظ عمليات الخطف اليومي، نلاحظ المداهمات العشوائية، نلاحظ التهم والداهس بمادة 4 إرهاب، ونلاحظ أيضا التفتيش المداهمات التي الحق لم يفلت منها لا الرضيع ولا المرأة ولا الرجل الكبير. فإذا هذا هو واقع حال العراق،
والوضع استمر يعني للاسف الشديد اليوم هو ربما احسن من بكره، لانه لا زلنا نلاحظ وكانوا يتحججون بداعش، الان عندما قالوا قضينا على داعش انظر ماذا يجد الناس في الانبار. قبل ايام الانبار تسجل عمليات الدهن بالربطة والصائم، انتهكوا حرمات البيوت واختطفوا من كان داخلها وسرقوا وسلبوا، اذا هذا هو الذي يتحمل مسؤوليه ايضا المجتمع الدولي الذي قبل نفسه ان يتستر على هذه الجرائم ويعتبر ساهل الدور. يعني للاسف الشديد في دول اخرى تجري حوادث بسيطه قياسا بالاحداث التي تجري في العراق تقوم الدنيا ولا تقعد، لكن في العراق لان الولايات المتحده الامريكيه من جاء بهذه العمليه السياسيه ولانها ايران، يعني اي دوله بالعالم فيها 120 ميليشيا تسرق وتنهب وتقتل وتذبح ولديها سجون سريه ولديها اليد الطولة، فاذا كل هذه العمليات تجري والعالم يرى ما كل ما نلاحظ هناك استفادات تناوم لا اكثر ولا اقل. نعم أستاذ إيناس، يعني هناك أمر خطير فيما يخص موضوع إجبار العائلات على العودة إلى مناطقها رغم أن مناطقها لم تؤهل بالشكل الجيد، هناك الكثير من العبوات الناسفة في هذه المناطق، ما مدى خطورة ذلك؟ بالتأكيد في البداية القانون الدولي حظر أي عودة قصرية للأهالي، العودة يجب أن تكون طوعية وفي ظروف آمنة، ويجب أن تؤهل الممرات الآمنة للعبور بالبداية ومن ثم تأهيل المناطق التي سيعود إليها هؤلاء الأهالي. لذلك مسألة الإعادة القصرية هي مرفوضة تماما في القانون الدولي، هذا في البداية. أما ثانيا فمسألة يعني إعادة الأشخاص إلى ظروف غير آمنة وقد تعرضهم مجددا للخطر، هذا الأمر من شأنه أن تحميل الحكومة المسؤولية إذا حدث أي خطر على هؤلاء الأشخاص، إن كان هناك أي دوافع سياسية أو إذا إن كان هناك أي دوافع ديموغرافية لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بعض المناطق فهذا الأمر لا يبرر أبدا وضعهم تحت دائرة الخطر. المسألة البعض يرجح أن هناك انتخابات مقبلة، فبالتالي يعني إرجاع هؤلاء الناس إلى مناطقهم فيها نقطة لصالح السياسيين، ولكن مثلا في مدينة الموصل إلى الآن هناك الآلاف من الجثث مطمورة تحت ركام المنازل، هناك يعني المناطق مهددة بالانتشار الأوبئة والأمراض، هناك روائح من الجثث المتفسخة، رغم ذلك بالإضافة إلى مخاطر العبوات الناسفة يعني هناك محاولات لإرغام الناس على العودة دون تأهيل هذه المناطق. من وجهة نظرك يعني هل الإنسان أصبح مستهدفا إلى هذه الدرجة؟ يعني نحن يعني عندما نرى هذه الظروف الإنسانية الصعبة، عندما نرى نظرة الحكومة العراقية إلى الإنسان كوسيلة لإيصال بعض الأشخاص إلى مناصب الحكم ودون المراعاة الظروف الإنسانية التي يعيش فيها هؤلاء المدنيون، هذا الأمر يعني في الحقيقة هو مسألة مؤسفة في البداية، ومن ثم نحن نقول بأن الحكومة العراقية من واجبها بالبداية مراعاة الظروف التي يعيش فيها المدنيون وليس يعني مراعاة الأمور الثانوية. مسألة الانتخابات أو الديمقراطية بشكل عام يجب أن يسبقها ظروف إنسانية تجعل هؤلاء الأشخاص في مناخ مناسب لإجراء العملية الديمقراطية. هناك غياب لأدنى مقومات الحياة في بعض المناطق مثل ما ذكرت، وتم انتشال يعني مؤخرا 300 جثة في الموصل، ولكن هناك العديد أو الآلاف من الجثث ما زالت مدفونة تحت الركام، وما زال هناك دمار كامل في البنى التحتية في الموصل. أيضا بالموازاة مع هذا الأمر هناك ازدواج في السياسة التي تتبعها الحكومة العراقية في ملف النازحين، هناك إعادة جبرية لبعض الأشخاص إلى مناطقهم بينما هناك منع لبعض بعض الأشخاص من العودة مع رغبتهم بالعودة الطوعية مثل أهالي جرف الصخر، وهم ممنوعون لغاية اللحظة من أن يكونوا في بيوتهم أو أن يعودوا إليها، وهذا المنع يعني نجده غير مبرر عندما نتحدث عن معايير العودة الطوعية. يعني هناك ازدواجية، هناك مسألة تخفيها الحكومة العراقية بهذا الأمر. نحن نرى كمرصد حقوقي بأنه لا يوجد ما يبرر هذا الازدواج، سواء أن كانت مصلحة سياسية أم مصلحة أو ربما أجندات تهدف إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة، هذا الأمر كله مرفوض. يجب أن توضع الإنسانية
في البداية وأن يكون لها الأولوية القصوى في هذا الأمر. فعلا هناك نقطة يعني جدا أثرتها، نقطة مهمة جدا، وهو يعني التناقض في التعاطي مع ملف النازحين. يرغم النازحون على العودة وإرجاعهم إلى مناطقهم رغم أن مناطقهم غير مؤهلة وغير مناسبة ومهيئة لكي يرجع هؤلاء بأمان، بينما يمنع النازحون من العودة إلى مناطقهم في جرف الصخر، وهذا أيضا يثير تساؤلات كبيرة في من يسعى لتنفيذ مشاريع التغيير الديموغرافي. سنناقش هذه النقطة مع الأستاذ مازن التميمي، ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على الواقع الإنساني العراقي في ظل الصراع أو الحديث عن صراع أجندات على الأرض العراقية. بالعودة إليك أستاذ مازن التميمي، إلى أي مدى من وجهة نظرك أن هناك فعلا صراعا للأجندات موجود على العراق؟ نعم، موجودة هناك صراعات في العراق، وكل هذه الصراعات هي ضد الشعب العراقي، لأن هذه الصراعات ليس من أجل العراق ومصلحة العراق، هذا هي من أجل تدمير العراق. ولذلك تجد كل هذه السلسلة السياسية والأحزاب السياسية الموجودة الآن في الساحة العراقية كلها تسعى لاسترضاء إيران واسترضاء الولايات المتحدة من أجل أن تبقى ومن أجل أن يكون لها دور مرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. فلذلك هذه الأجندة تتصارع مصالح ذاتية، مصالح فئوية، وليس هذه الأحزاب وهذه التيارات لديها رؤية الحقيقة لمصلحة الشعب، ولديها رؤية لبناء دولة المواطن، لأن كل هؤلاء الذين هم من 2003 ولغاية الآن ثبت بما لا يقبل الشك، جميعهم متورطين بما حصل في العراق من تدمير، جميعهم متورطين بالفساد، جميعهم متورطين بالميليشيات، جميعهم متورطين بالارتماء بالحضن الإيراني، وجميعهم يأخذ الأوامر من قاسم سليماني. هذه حقيقة يعرفها القاسم، وحتى تصريح وزير خارجية إيران الأخير يقول أنه من يحقق من الانتخابات سوف تكون نتائجها لصالح ولاية الفقيه، وبالتالي من يقرر النتائج هو الحشد الطائفي. بالتالي إذن هذا هو حقيقة الوضع أو ما يجري في العراق ضمن المرحلة الحالية، وربما يستمر للمرحلة المستقبلة. طيب أستاذ، نرى هذه السياسة أنه سياسة تغيير الديمغرافي، ما تفضلت الأخت ضيفتك أنه عدم سماح جماعة أهل جرف الصخر أن يعودون، هذا هو قرار إيراني حيث أن يكون هناك إحلال مكان هؤلاء الناس الذين جاءوا من إيران بحجة الزيارة العتبات المقدسة ولم يرجعوا، وكثير منهم استوطنت في أديالة وصخر، وحتى في خزان بغداد الناس الذين هجروا لم يسمحوا لهم بالعودة، لأن الحكومة لا لهذه المناطق تريدها أن تبقى منطقة ولاءها مطلق للحكومة ولإيران، ولذلك تعتبر هذه المناطق ساخنة ودائما تتذرع بحجة الإرهاب داعش. لذلك نعرف قوانين مشروخة في 2003 كانت تأمات أربع إرهاب. طيب أستاذ مازن، يعني بالإضافة إلى موضوع التناقض في ملف النازحين، إرغام النازحين على العودة إلى مناطق غير مؤهلة ومنع
النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية في أماكن أخرى من العراق. هناك أيضا ظاهرة تتكرر كل انتخابات، يعني هناك ظاهرة التفجيرات التي تحصل في العراق، والكثير من المسؤولين اعترفوا بأن هذه السيارات التي تقوم بقتل العراقيين هي يعني مرصودة ومعروفة، ويعرفون أين هي تتجه، بل هناك من المسؤولين من تحدث عن أنه يتم دفع مبالغ مالية لقاء هذه السيارات، وهو بالتصريح الذي المهم يعني يلقي بظلاله أيضا على الكثير من التساؤلات. من يتلاعب من وجهة نظرك يعني بخيوط لعبة ما قبل كل انتخابات؟ أولا، إيران هي لاعب أساس فيما يجري بالعراق، وكلنا يتذكر حتى عند انتخابات عام 2010 عندما فازت القائمة العراقية، إيران فرضت مالك الكرة الزراعي، بمعنى الخاسر هو من يكون فائز. وأيضا إيران تعلن ليل نهار على أنها هي من يرتب البيت ما يسمى بين قوسين الشيعي اللي هو التحالف الوطني، والآن هذه الخوك أنه فيما بينهم يختلفون وحاولوا أن يقسمون التيارات والأحزاب إلى كتل، هو الهدف منها أنه بالمحصلة أن تكون جميعها بيد إيران، وبعد انتخابات يتحالفون ثانية. فإذا ما يجري في العراق لا يوجد إرادة وطنية أخي الفاضل، في العراق لا يوجد قرار سياسي مستقل، كل هؤلاء هم يدون أجهزة أجنبية سواء إلى أمريكا أو إلى، لكنه يبدو إيران أصبح لديها اليد الطولة بحيث هي من يقرر. وأنت كيف تفسر يعني الآن، خلينا نسأل هذا السؤال إلى كل العالم، هل معقولة هناك انتخابات تجري تحصل وجود 120 مليشيا ولديها من السلاح ولديها من المال؟ عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ عن أي قضاء يتحدثون عندما المتهم يخرج من السجن ويتهم البريء، وكثير من السجون فيها من الأبرياء لغاية الآن بدون مذكرات قضاء؟ عن أي انتخابات يتحدثون بالديمقراطية؟ وإيران تعلن مستقبلا من سيكون رئيس الوزراء القادم، وقبل أكثر من شهرين أو ثلاثة أحد زعماء الميليشيات أصائب الحق قال سيكون رئيس الوزراء القادم من الحشد. أي بمعنى أنه هذه الانتخابات مسألة صورية، ولذلك يجب على العراق مقاطعة هذه الانتخابات باعتصام، وعدم إعطاء فرصة لمن يتحجج في أنه جاء بقطار الديمقراطية إلى سلطة الحكم. عندما تحصل المقاطعة الشعبية الكاملة فهي رسالة للمجتمع الدولي أنه هؤلاء لا يمثلون العراق ولا يمثلون العراقيين، وبالتالي العراق قاطع هذه الانتخابات، فبالتالي ينبغي أن يكون هناك موقف للأمم المتحدة للمجتمع الدولي أداء هذه الزمرة التي جثمت على صدر العراق وتدعي على أنها تمارس ديمقراطية. أي ديمقراطية عندما يمنع ابن الأنبار أن يصل إلى بغداد إلا بكفيل؟ أي ديمقراطية أنه الإنسان ما يقدر يتجول محافظة إلى محافظة إذا ما تمر ب 140 نقطة تفتيش؟ وحتى هذه حضرتك تفضلت عن التفجيرات، التفجيرات كيف تتم؟ يعني كيف يصير تفجيرات وهناك 20 ميليشيا وجيش مكافحة إرهاب شرطة؟ كيف تعبر يعني المرأة جايبة لها أداقة مال طماطة تتفتش ويعرفون شنو جايبة سيارة تدخل بالتفجيرات عبر كلها نقاط التفجير؟ أحد المسؤولين قال راقبت السيارة دخلت من الحدود إلى نقطة الكوادة وفجرت. طيب كيف؟ طيب. لماذا راقبتها ولم تتخذ الإجراءات؟ ابقى معي أستاذ مازن. التفجيرات معروف من سأعود إليك مرة أخرى. عملية سياسة تسوي الذراع ما بينهم، الهدف أنه يريدون إرباك المشهد، يعني إرباك المواطن بحيث أنه المواطن يفكر بأمنه أكثر مما يفكر بأي. طيب في هذه النقطة، لذلك من يقوم بهذه التفجيرات؟ نعم سأعود إليك أستاذ مازن مرة أخرى، اسمح لي فقط في هذه النقطة المهمة، الميليشيات وسطوتها وترسيخ سطوتها في العراق، كيف ستلقي بظلالها على الواقع الإنساني؟ كيف تنظرين إلى مستقبل الواقع الإنساني في العراق في ظل ترسيخ سطوة الميليشيات؟ يعني فعليا الميليشيات وحتى وإن كانت قد شاركت في العملية العسكرية وفي النزاع المسلح الداخلي في العراق بموافقة الحكومة، ولكن هذا لا يجعلها أبدا قوات حكومية ولا يبيح لها أن ترتكب الانتهاكات بحق المدنيين. فعليا هناك العديد من الانتهاكات التي وثقت على أيدي الميليشيات والتي لا يحق لها أصلا أن تقوم بها. قامت الميليشيات بترحيل بعض الأشخاص، قامت بإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، وهذا الأمر تم كله بموافقة الحكومة،
بعلمه وبعلمها وتحت يعني مرأة من عينها ولم تحرك ساكنة تجاه هذا الموضوع، مع العلم بأن رئيس الحكومة قد تعهد بأن تلك الميليشيات لن تمس بأي حق من حقوق المواطن، وهذا الأمر عندما تدخلت الميليشيات في الشأن العراقي يعني الداخلي. هذا الأمر في التحديد نجده مسألة غير مبررة. تدخل الميليشيات، الميليشيات هي وصفها القانوني الصحيح هي جماعات مسلحة خارجة عن القانون، وهذا الأمر يجعلها بمسؤولية ويجعل الحكومة العراقية التي سمحت لها بالدخول والتدخل في الشأن العراقي يجعلها أيضا هي في مسؤولية عن أي انتهاك ترتكبه تلك الميليشيات. يعني نحن نتحدث الآن عن مسؤولية، وهذه مسألة في غاية الخطورة، لأننا عندما نتحدث عن الشأن العراقي فنحن نتحدث عن نزاع متعدد الأطراف، وقد شارك في الانتهاكات بالإضافة إلى الميليشيات قد شاركت أيضا قوات التحالف الدولي، وهذه القوات قتلت من المدنيين يعني الأعداد الكبيرة. اعترف التحالف بقتل 841 مدني حسب ادعاءاتهم، ولكن الأرقام تشير إلى أن التحالف قد قتل ما لا يقل عن 8041 مدني على الأقل في الغارات الأخيرة التي شنها فقط في عام 2017. هذه المسألة تجعلنا أمام تساؤل، ما هي مسؤولية الدول التي شاركت في هذه الغارات؟ نحن نتحدث عن دول مشاركة في التحالف الدولي ضد داعش لم تراعي أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه التحديد قاعدة التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، بالإضافة إلى قاعدة التمييز بين المدنيين والعسكريين. هؤلاء الأشخاص الذين يتم انتشال جثثهم إلى غاية الآن معظمهم أطفال ونساء، وهم لم يشاركوا بأي شكل من الأشكال بالأعمال العسكرية أو بالعمليات العسكرية، لذلك لما تم قصفهم عشوائيا، لما تم استهدافهم؟ هذا الأمر يقيم المسؤولية على قوات التحالف. المسألة عندما نتحدث عن الإنسانية هنا نحن نتحدث ليس عن إعادة إعمار وعن إعادة البنى التحتية إلى حالها، أو عن تمويل على سبيل المثال تمويل لإعادة إعمار العراق أو المناطق التي تضررت من جراء النزاع المسلح. نحن نتحدث عن ضحايا قتلوا وحرموا من حياتهم، وهناك من الأشخاص من هم قد تضرر جراء قتل ذويهم وأقاربهم، لذلك فالمسؤولية كبرى تقع الآن على كل شخص أو كل طرف انتهك حقوق الإنسان في العراق، ويجب في هذا الصدد التحرك الدولي لمحاسبة هؤلاء المجرمين وإحالتهم. هل تمت خطوات اتخذتموها في المركز الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان من خلال توثيقكم، من خلال الأساليب التي تتخذونها؟ هل هناك خطوات أساليب أو مثلا إجراءات فعلية، خطوات فعلية اتخذتموها لإدانة الجهات والأطراف حتى الغربية الأوروبية التي أسهمت في قتل المئات وفي محو المدن بكاملها في العراق؟ نعم، يعني كمرصد أورو متوسطي نحن نقوم بالإدانة من خلال التقارير، ولكن لا يمكن لنا التحرك حقوقيا أو على دعنا نقول على صعيد العدالة الجنائية التي تستحصل عليها أو يستحصل عليها من خلال القضاء. فعليا كمرصد أورو متوسطي نقوم بتوثيق الانتهاكات، وهذه الأدلة التي نجمعها هي فعليا لها قيمة ولها وزن عند الحديث عن قضايا ستفتح ويعني مجرمين سيحالون إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذه الوثائق وهذه الأدلة التي نجمعها هي فعليا تدين هؤلاء الأشخاص، خاصة عندما يعني نتحدث عن أشخاص بعينهم قد شاركوا في هذه الجرائم. هذا في البداية، ومن ثم فنحن نقوم بفتح المسألة أو الشأن العراقي أو الانتهاكات التي تحدث في العراق في كافة المحافل الدولية، كي يتم تسليط الضوء عليها في المجتمع الدولي، كي يعرف العالم أن هناك انتهاكات تحدث في العراق وأن العالم صامت اتجاه هذه الانتهاكات. هذا الأمر يجعلنا نحث المجتمع الدولي للتحرك على وجه السرعة لفتح تحقيق أولا في هذه الجرائم، ومن ثم اتخاذ خطوات من قبيل أي حالة كل شخص متورط إلى المحكمة الجنائية الدولية. يعني كيف يعني السبيل الوحيد إلى الوصول إلى العدالة وإنصاف الضحايا والمظلومين هي عبر العدالة وعبر القضاء، وطالما أن القضاء الوطني العراقي غير قادر على إنصاف هؤلاء المدنيين فنحن مضطرين إلى اللجوء إلى الآليات الدولية التي من ضمنها كما ذكرت لك مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. أستاذ مازن، يعني بالحديث عن يعني زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق، كيف يلقي بأثره على الواقع في العراق؟ والكل يعلم بأن الوضع المأساوي في العراق ابتدأ منذ احتلال العراق ووجود القوات الأمريكية بشكل فعلي، سواء كان على هيئة قوات عسكرية أو مستشارين أو ما إلى ذلك من أوصاف.
بالتأكيد وجود القوات وزيادة عدد القوات الأمريكية سيكون تأثيره سلبي على العراقيين بشكل عام. هذه القوات عمرها ما كانت قوات سلام يعني ولا حمامات سلام، هذه القوات الأمريكية كانت هي سبب بلاء ودمار العراق وارتكبت من الجرائم يدمي لها الجبين، وبالتالي حتى وجود وتزايدها هل دورها سيكون يعني يوفر المظلة للميليشيات أن تسرح وتمرح؟ ألم تكن القوات الأمريكية موجودة في العراق عام 2006 وتم تفجير المراقد المقدسة في سمرة وهم كانوا يعرفون من قام بهذا العمل ولم تتخذ أي إجراء تجاه هذه الميليشيات، وقد اعترف جنرال سيسي في وقته وقال أنه من قام بهذا الفعل هو الحرس الثوري الإيراني وقال. فإذا هذه وجود القوات نقول هي جزء من تقاسم القوات وتبادل الأخبار وبعد إيران. لو كانت أمريكا جادة كما أعلن ترامب أنه جاء ليقلص الدور الإيراني وليقلص الدور الإيراني، لكنه لاحظنا العكس أنه القوات هي شاركت الحشد الطائفي وشاركت قاسم سليمان في القصف والتدمير في الموصل والأنفار. فإذا هذه القوات تكون أنا في تقدير شخصي ليس مثل ما يتصور أو صرح زعماء الميليشيات أنهم سيتصدون لهذه القوات لا ثبت وجودها على القوات الأمريكية موجودة منذ الاحتلال ولم تغادر الأرض، وإنما غادرت القطاعات العسكرية وبقيت هناك استخبارات بقيت هناك الاستشاريين وبقوا حتى عدد الجنود الأمريكيين ولم يتصدى لهم الميليشيات. هذه الميليشيات لم تتصدى إلى القوات الأمريكية بل تتصدى إلى العراق وتحتل العراقيين وتقصف العراق أمام مرأة الأمريكان، ولذلك هذا مجرد للاستهلاك المحلي يطرحون أنه سنتصدى سواء كان الصدري أو غيره من الميليشيات سيقاومون القوات. بالعكس هذا هو لغرض الانتخابات والاستهلاك المحلي الانتخابات القادمة، هم شركاء جريمة والأمريكان ويعرفون جيدا أنهم الأمريكان من جاء بهم إلى هذا الحكم، والأمريكان من سهل أمر تسجيل هذه الميليشيات. يعني ألم يكن العراق تحت الاحتلال ونمت وترعرعت هذه الميليشيات وتمددت إيران ووصلت كحالة سلف العراق؟ فإذا هذه القوات الأمريكية للأسف ستكون ليس لصالح العراق بقدر ما هي عبء على العراق، وربما ستكون شريكة بارتكاب الجرائم ضد العراق، وربما ستكون مظلة وغطاء هذه الميليشيات. لماذا لم نرى من هذه القوات في أي إجراء تجاه الميليشيات؟ وقد أعلن رئيس الوزراء تم حيث الأحباس أنه يجب أن يكون السلاح في يد الدولة، وهذا التصريح قاله عدة مرات، لكن العكس الميليشيات هي أقوى بكثير من العباد ومدعومة إيرانيا وأمريكيا، وأحيانا وليس فقط الأمريكان من قوة شعب الميليشيات، أيضا المرجعية في النجف ساهمت في توفير الغطاء لهذه الميليشيات كي تعبث وتقتل وتخطف. وجرائم الميليشيات لا تقل جرما عن داعش، داعش والميليشيات وجهان لعملة واحدة، كلاهما يقتل العراقيين، كلاهما ينهب ويدمر ويذبح، ليس فقط أن تبرد الميليشيات هذه الجرائم التي قبل داعش وقبل ظهور داعش ارتكبت الميليشيات في العراق جرائم سواء في حويجة وفي الفندوجة وفي الأنبار، وبعد داعش ما كان موجود ولا منهار على 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 السطح. إذن هي ميليشيات ترتكب الجرائم، وأنا أعتقد للأسف الشديد أنه ينبغي أن يكون هناك موقف للمجتمع الدولي حول وضع العراق، يجب أن يكون هناك حد كامل لقضية العراق وأن لا يشرك العراق إلى إيران بقيد هذه الميليشيات الدائبة وبصمت غربي أمريكي، وربما أمريكا هي تريد أن يبقى هذا الوضع في العراق إلى ما لا نهاية. إذن أستاذ إيناس ذكرت أن هناك لم يكن هناك أي تحقيق جدي في الانتهاكات ضد المدنيين في العراق ما عزز فكرة الإفلات من العقاب. في هذا الإطار هل من خطوات مقبلة أنتم يعني بعد أن وقفتم على هذه الحقيقة هل خذ من خطوات مقبلة لمعالجة هذا الأمر؟ نعم، يعني تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، إخبار العالم بها، توثيقها، هذه المسألة الأولى التي نسعى إليها نحن كمرصد أوروبا المتوسطة، لأن الصمت الذي يسود الآن في المجتمع الدولي وأيضا عدم دراية العالم عن هذه الانتهاكات، لأن حقيقة يعني هناك صعوبة في العمل الحقوقي والإنساني في العراق، هناك منع وهناك صعوبات، يعني نحن كمرصد أوروبا المتوسطة نجد صعوبة بالغة عندما نحصل على المعلومة في العراق، هناك عدم تعاون من قبل الحكومة
الحكومة العراقية لتزويدنا بالمعلومات، الأمر الذي يشير بطريقة أو بأخرى إلى وجود ما تخفيه الحكومة العراقية والتي لا تريد للمنظمات الحقوقية أن تطلع عليه. هذه المسألة وفي ظل هذه الصعوبات كافة نحن نقوم بكافة الجهود التي توصل هذه المعلومات إلى العالم والتي تخبر العالم بوجود هذه الانتهاكات، حتى يتم أولا مثل ما ذكرت لك توثيقها، ومن ثم تحريك المجتمع الدولي للضلوع بمسؤولياته تجاه العراق. العراق دولة، ويعني هناك العديد من المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات اليومية وبشكل يومي. لا يمكن السكوت ولا يمكن الصمت عن هذا الأمر. إذا كنا نريد أن نتحدث عن السلم أو الأمن الدولي، نحن نتحدث عن صحيح نعم نحن في منطقة ملتهبة بالنزاعات، ولكن لا يمكن فصل الشأن العراقي عن باقي المنطقة. ويعني إن كنا نريد أن نصل إلى السلم والأمن الدولي لابد من تحرك على مستوى على كافة المستويات، على وجه التحديد مستوى المنظمات الحقوقية والمنظمات الإغاثية التي تستلزم الآن تدخلها العاجل لإنقاذ المدنيين في العراق، وأيضا تدخل على مستوى حكومي أيضا. وهنا لا نعفي الحكومة العراقية من أي مسؤولية اتجاه المواطنين العراقيين. كيف تقيمين دور الحكومة؟ يعني هي فعليا الآن كما أخبرتك هناك في البداية عدم تعاون من قبل الحكومة لإدخال أو يعني لقيام المنظمات الدولية سواء الحقوقية أو الإغاثية من الوصول إلى المدنيين وتقديم المساعدة والعون لهم. هذا الأمر نجده يعني عائق أمام تقدم بخطوات سريعة لإنقاذ المدنيين. ولكن الحكومة العراقية يجب أن تطلع أكثر بمسؤولياتها، ويجب أن تكون على يعني كسلطة وصاحبة سيادة وإنفاذ للقانون في العراق، يجب أن تكون يعني تقدم أكثر للمدنيين في العراق. هناك أولويات لابد عند الحديث عن مسؤولية الحكومة العراقية أن نتحدث عن الأولويات. الأولوية الآن أن نقدم الخدمات الأساسية وأن ننقذ المدنيين الموجودين في النزاعات المسلحة، ومن ثم نتحدث عن ديمقراطية، ومن ثم نتحدث عن اقتصاد وإعادة إعمار وما إلى ذلك. أشكرك شكرا جزيلا ضيفتي الكريمة في هذه الحلقة أستاذة إيناس الزايد، المستشار القانوني في المركز الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. وشكرا لك أستاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.